المشاهدون الكرام، مرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة من إشراقات الغد، وضيفان عزيزان معنا داخل الاستوديو، الدكتور محمد عيسى علاوي مدير مركز إشراقات الغد، ودكتور محمد أبو بكر مدير السلام بالمركز. كنا قبل الفاصل تحدثنا عن عاصمة جنوب السودان جوبا، والتي ترعى مفاوضات السلام ما بين المجلس السيادي أو حكومة السودان ممثلة في شقيها المجلس السيادي ومجلس الوزراء والحركات المسلحة، بمبادرة طيبة من سلفا كير، وربما فيها أيضا رد تحية للخرطوم التي استضافت مفاوضات السلام بين الفرقاء في جنوب السودان. نتحدث عن هذا الاجتماع، وإلى أي مدى يعني هذه الخطوة يمكن أن تكون بداية حقيقية لخلق سلام في السودان؟ طبعا أولا لابد أن نشير للتدخلات الخارجية، وأي تدخل خارجي معناه عجز للعقل الداخلي للأسف. تاريخيا طبعا السودان يعني عجز عن حلول مشاكله إلى تدخلات خارجية، لكن كان في إطار دولة واحدة. يعني عام 53 الأحزاب السودانية فشلت في أن تتوافق على بنود الاستغلال حتى تدخلت مصر بقيادة الرئيس الراحل محمد نجيب، وذهبت هذه الأحزاب كلها في عام 53 إلى مصر ووقعت على اتفاقية الحكم الذاتي المعروفة. وفي عام 70-71 تدخلت الحبشة ووقعت الحكومتان أو الجهتان المتصارعتان بين السودان والحركة الشعبية بقيادة جوزيف لاغو اتفاقية الحبشة أو أديس أبابا عام 71. وفي التاريخ الحديث أبوجا وكان نيجيريا، ولكن الاتحاد الأفريقي من خلفه أيضا، الدوحة 2010 قطر، لكن المجتمع الدولي من خلف الكواليس. الآن ما بقول للأسف، لكن للحصل توزعت أوراق القضية في أكثر من 4 دول. جوبا صحيح راعية، ولكن هناك إمارات وهناك قطر ده بحق القانون الدولي، وهناك مصر وتشاد وإريتريا والحبشة. طبعا ده شيء جديد، لا شيء جديد، زي ما يقولوا توزع الدم بين القبائل. نعم، الان يعني توزعت تبعثرت الاوراق ما بين هذه الدول المجاوره. انا اتمنى اتمنى ان تكون الخلاصه ايجابيه بالنسبه لنا، مع تحفظ الشديد يعني كان ممكن تكون جوبا. جوبا اقرب دوله بالنسبه لنا، بل هي السودان. نعم، والفريق السلفاكير يعرف الصغير والكبير في الشمال، وكذلك الشمال يعرف كل شيء عن الجنوب. كان ممكن نحصرها في جوبا، ومعروف الرعاية الدولية والدول الأوروبية والاتحاد الأفريقي، ده شيء طبيعي. لكن الآن في دول برزت تتجاذب هذا البلد. أنا أتمنى أنه هذا التجاذب يعني في النهاية يكون لصالحنا. نعم دكتور محمود، لو تكلمنا عن هذا الاجتماع ما بين المجلس السيادي والحركات المسلحة في جوبا، تفاصيل هذا الاجتماع اللي رشحت عبر وسائل الإعلام وبدء عملية التفاوض أو الاتفاق على أن يبدأ التفاوض في أكتوبر أو الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم، في تقديركم ما هي النتائج المرجوة من هذه اللقاءات التي تمت؟ أول حاجة والله حقيقة نشيد إشادة كبيرة بالاجتماع تم في جوبا، وشكرا للرئيس الفاكر لدعوته الكريمة للأطراف أنه يتفاوض في جوبا، لأنه الآن أضاف طرف جديد. يعني إذا ما كانت جبهة سورية هي لحالة اتحدت، ودي حاجه كويسه جدا جدا، الان اضافه للطرف اللي هو المناضل بلد الحلو، والان انضم للاتفاق الاطاري اللي تم في جوبا. فاعتقد مهما كان، ما دام في اتفاق معناه في خطوه للسلام. يعني مهما كان احنا ننشد دائما نحن بالنسبه لنا هذه سلام، نحن دعاء ثاني سلام حقيقه. يعني فنحن حقيقة نشيد بالخطوة تمت، ونشكر عليها المجلس السيادي على رأسه الفريق محمد حمدان ومحمد عثمان التعايشي والكوكب اللي كانت معهم. فأعتقد دي كانت خطوة كبيرة جدا جدا، وبرضه كان مقابلة أنه الجبهة السورية والقائد الحلو. فنحن نتعشم الآن، نتعشم حقيقة أنه ينضم لهم اللي هو الضلع الثالث عبد الواحد.
يعني برضو ما لم انه عبد الواحد ينضم للسلام يكون سلام منقوص حتى لو تم. يعني مهما كان نحن نتمنى مهما كان مهما كان رايه في الحكومه الموجوده مهما كان رايه فمهما كان نحن محتاجين لسلام في السودان يجي بشروط ويجي برؤى ويجي بحاجاته لكن نحن محتاجين لسلام انه برضو لو حتى اي اتفاقيات تمت وعبد الواحد ما جزء منها برضو يكون اتفاق ناقص يعني نعم اتفاق ناقص لكن مهما كانت الناس العجله ما بتنتظر يعني نحن الان الموجود الناس يمشوا للامام ويباركوه ان شاء الله مهما كان ويتمنى انه ان شاء الله اخونا عبد الواحد برضه يعني هو اخيرا ينضم للركب على السلام وانا النقطه اللي قالها برضه دكتور محمد عيسى حقيقه طبعا الاطراف الخارجيه اي طرف خارجي له اجنده يعني له اجنده لكن نحن زي ما قال نحن بالنسبه لنا يعني جوبا اقرب لنا يعني هي جوبا دولتنا السابقه دوله واحده يعني ما اعتقد في مشكله فنحن نطمن انه يكون الحوار يكون في جوبا موجود دي حاجه كويسه جدا جدا. نعم دكتور علاوي يعني توحد الجبهه الثوريه وكذلك التصريحات المسؤوله لقائد الحركه الشعبيه قطاع الشمال عبد العزيز الحلو في انهم يعني يريدون سلاما في السودان هذه التصريحات الى جانب يعني توحد كيان الثوره او الجبهه الثوريه في كيان واحد هل هذه العمليه يمكن ان تخدم وتسرع من ايقاع احلال السلام بالسودان؟ طبعا قبل ما نتكلم عن النقطه دي طبعا الاخوان في الجبهه الثوريه واخونا عبد العزيز الحلو واخونا عبد الواحد محمد نور هؤلاء الناس طبعا ناضروا ضد النظام السابق نضال مستميت وفيه فقد لدماء وممتلكات وفي ازعاج لجماهيرهم من نزوح ولجوء وقامت الثوره الحريه والتغيير. انا اعتقد ان هؤلاء الثوار اخذوا في خاطرهم من اخوتهم في الحريه والتغيير في اديس ابابا لانه حصل اتفاق والحريه والتغيير لم تضمن هذا الاتفاق في الوثيقه الدستوريه ولذلك حصل خلاف كبير والبون اصبح شاسع. هنا يجي التقدير لاخوتنا في المجلس السيادي اخونا محمد حمدان دقلو واخونا التعايشي وزملائهم الذين كانوا معهم ويجي التقدير الاعظم لاخونا الفريق سلفاكير في لم الشمل لهذا التناقض وهذا التبعثر للحركات لانه كان في غضب شديد جدا واعتقد انه دي خطوه ممتازه جدا ممكن نسميها اتفاق يمكن نسميها حسن نوايا يمكن نسميها اتفاق اطاري الميم كسر لحاجز كبير. عندي نقطتان، النقطة الأولى أنا أعتقد إخوتنا في الحرية التغيير يجب أن يرحبوا ترحيب شديد بهذا الاتفاق ويدعموا ما توصل إليه المجلس السيادي وإلا هم حيدفعوا الثمن. الحرية التغيير حتدفع الثمن كما دفع عمر بشير الثمن ببعثرة الحركات المسلحة وتناقضات وعدم التزامه بالاتفاقات هم حيدفعوا الثمن سون أو ليتر. النقطة الثانية أنا أعتقد إخوتنا في الحركات المسلحة الجبهة الثورية واخونا عبد العزيز الحلو جبال النوبه لابد ان يلموا شملهم ايضا وشعثهم لان هناك في حركات اخرى صغيره كبيره نحن ما عايزين نسمع صوت بندقيه ثانيه ابدا في اطراف السودان نهائي مدى نسمع لذلك في حركات في يوغندا في حركات في الكفره وانا اعتقد يعني هن بيقولوا عن قريب العرب لو نفوسهم الطايبه بيشيل على قدر رجلينه إذا النفوس مطايبة العنقريب ده أربعة رجول بيشيل أربعة زول لكن النفوس لما مطايبة زول ما بيقعدوا فيه نعم. وبالتالي البلد واسعة مصالحنا كبيرة بلدنا فسيحة حكومتنا رشيدة الآن أنا أعتقد يجب أن نتضامن وما نحس بأنه واحد بيجي حساب الثاني بالعكس 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 البلد حتشيلنا كلنا فهم يسعوا أخوتنا الحركات المسلحة بالذات أو الدارفور جبريل وعبد الواحد ومني يسعهم أنفسهم إلى البحث عن إخوتهم الآخرين حتى نأتي كلنا جميعا لسلام شامل ما عندنا تاني وقت عشان نخلي واحد في الخلا. نعم دكتور محمود يعني حتى يأتي السلام مكتمل لابد من مشاركة كل المعنيين بأمر السلام في السودان وتحدث دكتور علاوة بضرورة مشاركة كل يعني مهما كان حجم الحركة المسلحة أو حتى على مستوى الأفراد لابد من مشاركتهم جميعا في عملية صنع السلام في السودان فما المطلوب يعني حتى تتوفر هذه الإرادة القوية لكل المعنيين بأمر السلام في السودان حتى يصبح السودان يعني بلد آمن بفضل هذا السلام الذي يتم توقيعه؟ طبعا بالتأكيد نحن ما دام قلنا سلام دائم مستدام دائم مستدام ما يسعى الناس كلهم فأعتقد هو كلنا مسؤولين من السلام
يعني سواء كان في الحلقات المسلحه او سواء كان الحكومه او سواء كان الحكومه بشقيها، سواء كان الحريه والتغيير او الحكومه في المجلس السيادي العسكري. فاي شخص اعتقد مسؤول انه يحقق السلام، انه السلام نحن ما لنا، نحن نحقق السلام للاجيال اللي بتجي. يعني كفايه اعتقد حروب، يعني اعتقد بالنسبه لنا اطول حروب الان في القاره الافريقيه بدات في السودان يعني. فاعتقد ده بالنسبه لنا حقه يكون دافع ويكون حافز، نحن سواء كان الحركات كلها يجب انه هي تكون تتحد. انه اساسا المقصد شنو؟ المقصد تنميه البلد، استقرار البلد. ما انت سلام والسلام كيف؟ معناها في استقرار، في تنميه. ما في سلام ما هذا كله ما حيكون موجود. اخواننا في الحركات المسلحه يجب انهم يتحدوا برؤى واحده وما يكون في مكاسب شخصيه. يعني يكفي انهم يحققوا سلام. حتى بالنسبه لي انا، حتى بالنسبه للحريه والتغيير يكفي انهم يحققوا سلام. يعني ما عاد السلام مكاسب. انا بالنسبه لي ما اتمنى انه مرحله مع السودان الجديد، نحن مع الحريه والسلام اللي نحن الان نجد فيه. عايزين سلام من غير مكاسب شخصيه، اللي هو سلام يعلو بالوطن وبالمواطن، يحس به المواطن في كل اطراف السودان. وانا والله احب اذكر الشعب السوداني، يعني انا شفت مناطق النزاعات، شفت الحروب في دارفور، شفت الحروب في النيل الازرق، شفت حروب في جبال نوبه، شفتها في الجنوب. اسوء حاجه في الدنيا حروب. الانسان ما شاف حرب، ما عاش، ما بيعرف طعم السلام. نعم. فانا اتمنى انه بالنسبه لنا تحاربنا وتقتلنا كفايه خلاص. فاخواننا في الحركات المسلحه يجب انهم كلهم يتحدوا برؤى واحده. ان كان الاهداف ممكن تختلف، سواء كان بنوبا ماونتين او النيل الازرق او دارفور، لكن في النهايه نحن عايزين سودان كبير يسعى الجميع. نعم. يعني في نفس، يعني اذا كان في دارفور في النيل الازرق، يعني احنا همنا شنو السلام؟ ونحن بتاع دارفور وبتاع الشرق وبتاع اقصى الشماليه، همه شنو يعني؟ يعيش بسلام. نعم. ده السلام المستدام. نعم. دكتور علاوي، معروف انه السودان جغرافيا يحادد عدد من الدول. في فترات سابقه يعني حدثت قطيعه ما بيننا وبين كثير من هذه الدول. الان في ظل المرحله الجديده، السودان يسعى لان تكون هنالك علاقات حسن جوار تحكم المصالح المشتركة ما بين الشعب السودان والشعوب المجاورة في دولها، حتى يعني لا تصبح هذه الدول مراكز تأوي هذه الحركات المسلحة وتكون خميرة عقننا لأجواء السلام في السودان. أيضا لابد من أن تكون هنالك يعني علاقات جيدة مع هذه الدول وإشراك أيضا في عملية السلام بشكل أو بآخر. طبعا دائما الأنظمة الشمولية الدكتاتورية هي اللي بتخلق المشاكل مع دول الجوار، مش طبيعي. نعم. يعني مشكلتنا مع إريتريا قبل سنة، اتهمنا إريتريا وبتغزو السودان يعني حاجة بيكونوا ناس بيخلقوا لهم مصيبة كده فقاعات عشان يشغلوا بها الرأي العام. لكن لما جات الثورة احنا قاعدين 4 شهور بدون حكومة، ما فيش دولة واحدة تعدت على شبر واحد من البلد. في حالة كان ممكن أي دولة عندها أجندة حقيقية كان ممكن تغزو السودان، لأنه ما كان من شهر 4 لحد شهر 7 كان في حالة لا دولة، لكن كل دول الجوار حتى اللي عندها معانا مشاكل حدودية احتربت نفسها. ليه؟ لأنها عارفة قوة الشعب. قوة الشعب أقوى من قوة الحكومات، وبالذات الحكومات الشمولية دي. وبالتالي أنا أعتقد أنه الآن أخونا حمدوك وحكومته، أنا شاعر أنه متحركين تحرك هادي وتحرك طبيعي في انه يخلوا العلاقات تكون مستقره. صحيح نحن ما ننكر انه عندنا خلافات حدوديه مع بعض الدول. نعم. لكن انا اعتقد بالمنطق وبالعقل وحتى بالتقاضي الدولي ممكن ناخذ حقوقنا بدون اي ازعاج، فلتستمر العلاقات مستمره. الخليفه عبد الله عنده علاقاته السيئه مع مصر، العلاقات مستمرة بين المواطنين وبين التجارة، العلاقات الشعبية يعني على أفضل ما تكون. حالات قليلة جدا جدا الحكومة المصرية بتعطل الحركة التجارية. نعم. ولكن مستمرة في أوقات كثيرة جدا، لأنه أي اصطدام مع دولة الجوار حتتأثر الجهات الحدودية. نعم. يعني الآن إحنا أخونا رئيس التشادي كان معنا هنا في احتفال الحرية والتغيير الأخير في أغسطس. نعم. أول ما سافر قفل الحدود معنا. أنت عارف الحدود لما قفلها حيأثر مع ملايين الناس في الحدود. أنا ما عارف طبعا السبب شنو، لكن في تقدير أنه يجب أن ننتبه لمثل هذه الأشياء. يعني ما يجيك واحد زائر كريم من دولة جوار حقه تغدره وتبجله ما تحسسه. نعم. لذلك أنا شايف أنه إحنا ما نخلق توترات مع دول الجوار. إحنا دولة يعني قائمة من الحروب، دولة اقتصادية تعبانة، المواطن هلكان،
أنا أفتكر أنه الطبيعي أن نحتفظ بعلاقاتنا الودية مع دول الجوار. دكتور محمود، هل من إضافة فيما يتعلق بضرورة يعني ترميم علاقاتنا مع الجوار الجغرافي بالنسبة لنا، وإحنا ما بعرفه من حسن حظنا ولا سوء حظنا في أننا يعني نحادد عدد كبير جدا من الدول، وهنالك تداخل قبلي تبادل للمصالح عندما تكون يعني هذه العلاقات على أفضل ما يكون. فضرورة أن يكون حسن الجوار هو مبدأ للتعامل مع الآخر في الدولة المجاورة. أنا في اعتقادي حتى كون يكون الدول السودان محدد بثمانية دول، أعتقد دي حاجة إيجابية شديد. انت كل ما يكون عندك تواصل مع دول تانية مع شعوب تانية، فاعتقد ده ممكن ينمي الدوله سواء كان اقتصاديا ثقافيا اجتماعيا. نعم. فدي اعتقد حاجه كويسه. لكن احنا زي ما قال الدكتور بشويه، الحكومات المضت بالتوترات اللي بتعاملها بالمشاكل اللي بتعاملها مع الدول خلقت انه بيئه غير صالحه بالنسبه للحدود الموجوده في السودان. فكنا اعتقد ان حقه نحول الحدود دي لحاجه ايجابيه. يعني الان نتوقع انه يكون مثلا كل حدود دي الان الناس يمارسوا حياتهم الطبيعيه من تجاره من تحرك من تنقل، فاعتقد ده بيزيد العائد بتاع المواطن الموجود في البوردة في الحدود. نعم. فاعتقد سواء كان بالنسبه لتشاس وكان بالنسبه لافريقا الوسطى سواء كان بالنسبه لمصر سواء كان بالنسبه لليبيا فبالنسبه للجنوب، دي كلها اعتقد دي مناطق استثمار جاذبه. يعني بالعكس الحدود الكثيره هي حاجه كويسه جدا جدا، ما حاجه بطاله، لكن دي عايزه توازن بتاع سياسه خارجيه متوازنه، سياسه تكون احترام متبادل بين الدول ويكون المنافع متبادله، يعني مش مشاكل وايوه بتاع حركات ما بنفع طبعا. نعم. ما بنفع. دكتور علاوي، تكلمنا عن دور مركز إشراقات الغد عبر باحثي هذا المركز وحتى الكادر العامل فيه، إلى أي مدى يعني يستطيع هذا المركز تقديم رؤى تساعد يعني في عمليات التفاوض، تساعد في إحلال السلام؟ سؤال وجيه جدا حقيقة. المركز بأعضائه وقيمته في أعضائه والخبرات اللي احنا حقيقة اكتسبناها، نعم، ويعني العضوية الفاعلة، يعني عندنا قيادات كبيرة سابقا في الدولة السودانية وأكاديميين وناس عندهم رغبة في الحقيقة في المساهمة في القضية الوطنية. ونحن الآن عندنا أمانة البحوث والدراسات، يعني عدت أوراق جيدة جدا. أخونا الدكتور محمود أبو بكر هو أمين أمانة السلام والعمل الطوعي، قدمنا رؤانا إلى الجهات المعنية خاصة فيما يتعلق بالسلام والحركات المسلحة، ونعتقد أن احنا حنرفد الحكومة بأوراق جيدة، لأنه الخبرات الموجودة في المركز نعتقد أنه حري بالحكومة أن تستفيد منها. إحنا حقيقة في الأيام القادمة إن شاء الله عندنا ورشة عن السلام والعدالة الانتقالية. وطبعا السلام مربوط ربط شرطي بالعدالة الانتقالية خاصة في حالة السودان الراهنة. سلام بدون عدالة انتقالية منقوص، والعدالة الانتقالية طبعا في تفسيرنا لا هي مش ننقل ناس نوديهم منطقة ونجيب ناس، لكن ننقلهم من حالة الحرب إلى حالة السلام. المسافة دي لابد يكون في شروط محددة يجب تلبيتها حتى ننقل الإنسان من وضع لوضع آخر. إخوتنا في الحكومة السابقة أو النظام السابق المدحور زي ما بيسموه الجماعة، نصحناهم كثير في أن يقبلوا العدالة الانتقالية. كان بيفزعوا من كلمة العدالة الانتقالية، يفزعوا منها، يخافوا كأن العدالة الانتقالية كأنها رهاي. أبدا، العدالة الانتقالية صحيح في حقوق وفي واجبات وفي محاكمات، لكن بأيادي وطنية بدون تدخلات وبقناعات. وبالتالي احنا حقيقة ورشتنا اللي جاية دي إن شاء الله حكون محضورة من كفاءات كبيرة، وحندعو الجامعات السودانية وحتى دولنا الإقليمية التي أشرنا عليها اللي تورطت معنا في ملفه جزاه الله خير في الحركات المسلحة والجبهة السورية وغيرها، حندعوهم عشان نقدر نتحدث أولا على السلام، لكن شرط السلام الجاي يكون مربوط بعدالة انتقالية. وإلا سلام زي أبوجة وزي الدوحة وزي الحركة الشعبية والحكومة، يعني أسف في انتهاكات كثيرة كان في الجنوب الحركة الشعبية سكتت عليها، خلاص هي حقها سكتت عليها سكتت، لكن احنا ما حنسكت. نحن الانتهاكات اللي حصلت دي في دارفور أو في جبال النوبة والنيل الأزرق، أنا بس أتكلم عن دارفور طبعا ما أقدر أتدخل فيه، لكن في دارفور بالذات نحن حريصين على السلام وعلى العدالة الانتقالية، وإن شاء الله هذا المركز يقوم بهذا الواجب. وتحدثنا مع إخوتنا في الدولة الآن، ونحن والله سعيدين جدا بأنه كنا نجلس مع أخونا الفريق محمد حمدان دقلو وبلغناه في العدالة الانتقالية. قال أنا شخصيا
موافق على هذا الكلام، واذا في اي انسان طالب في قضيه انا امشي المحكمه واشيل الدبابير واقعد اتقاضى مع اي شخص. دي الروح دينا احنا في الثوره، دي الروح دائما القائد الكبير، هو يتقدم الصفوف، يتقدم في الصفوف اذا في اي مساءله، يتقدم الصفوف اذا في اي محاكمه، يتقدم الصفوف، الاخرون سيتبعون الخط. ولكن اذا القائد هو يتقاعس ويخاف ويرتجف من اي مساءله يبقى الاخرون حيختفوا نهائيا. نعم. واحنا مع الثوره الجديده عايزين السلام مربوط بعداله انتقاليه عشان ننظف هذا الجرح. لانه الجيل اللي بعدنا اطفالنا اللي ولدوا في الحرب اللي ولدوا في الحروب الان عندهم مرارات شديده جدا. نعم. احنا ما بنقدر كله بنرجعهم الى الجاده، ولكن الغالبيه العظمى نخاطبها مخاطبه حقيقيه بقضايا الحقيقيه حتى نتعافى ونتصالح ونبني مجتمع زي ما تفضل الدكتور محمود، يعني سلام نصنعه ونبنيه ونحافظ عليه كلنا اذا شاركنا المجتمع كله. دكتور محمود امين امانه السلام بمركز اشراقات الغد، وتحمل الامانه اسم كبير، ونحن في هذه الحلقه نتحدث عن السلام، فنتكلم كمان عن دور هذه الامانه فيما يعنى بامر السلام في السودان والاسهامات اللي ممكن تقدمها. بالتاكيد الرؤيه كليه للمركز، لكن الامانه لديها ما لديها من رؤى. وبالتاكيد نحن بالنسبه للمركز لدينا خبراء، يعني مجموعه من الخبراء شغالين في منظمات، يعني كويس ان احنا كلنا اي واحد شغال في منظمه، في منظمه دوليه، في منظمه محليه، فاعتقد ده ادانا بعد لاكتساب خبرات يمكن متداوله بيننا نحن كافراد. نحن اعتقد الان عندنا خطه بالنسبه للسلام، خطه صغيره لحد نهايه 2019 والخطه لحد 2020، اللي هي عندنا سلام سواء كان تنمي قدرات الناس اللي هو الاعضاء بتاع المركز ذاتهم بحيث هم يكون دعاة كلهم للسلام، او عندنا ورش للسلام بالتعاون مع جامعه السلام موجوده، جامعه مركز السلام في الجامعات موجوده في خرطومنا، وبالاهم شيء عندنا ورش للسلام في مناطق النزاعات. نحن ان شاء الله احنا عندنا خطه بتاعت عمل ورش في مناطق النزاعات اللي هم الناس اوريدي هم يعني مكتوبين بالحروب سواء كان في دارفور او في نوبوتا او في بلونايل يعني. فحسنا الان في قدامنا عندنا ورشه مهمه شديد ان شاء الله يعني، او سيمينار خاص بالعداله والسلام، يعني هنا زي ما قال تفضل الدكتور محمد عيسى عليوه اللي هو نحن هنربط ان شاء الله يعني السلام، وبعدين نقول انه اصلا ما في عداله انتقاليه الا بعد شنو؟ بعد السلام يعني. وان شاء الله نحن ان شاء الله باذن تعالى احنا دعاء للسلام، وان شاء الله لم يألوا لنا جهد الا نشوف السلام، قالوا ما شاء الله نغادر هذه الدنيا، نتمنى أن السلام ده نشوفه في السودان كله. الله اكبر. نتمنى ان شاء الله، ان شاء الله نشوفه. نعم. سلام حقيقي، يعني سلام حقيقي. نعم. والناس يكونوا عايشين في سلام يعني من داخلهم، ويتعكس هذا في مؤسسات بتاع الدوله، في مراكزنا بتاع الدوله التعليم، سواء كان في العباده، سواء كان في كل منطقه، هذه الناس يتحدث بالسلام. يعني مثلا عندك ايطاليا يقول لك يا اخي انت في ايطاليا ابتسم. عايزين ان شاء الله الناس يكون في السودان تحدث عن السلام. نعم. بارك الله فيك. دكتور علاوي، لم يتبقى لنا كثير وقت في هذه الحلقه من اشراقات الغد، وهي الحلقه الثانيه كما اشرنا في بدايه هذه الحلقه. تحدثنا عن الفوقيه في عمليه السلام في السودان، وده واحد كان من اسباب الفشل الاتفاقات التمت بين الحركات المسلحه والحكومات المتعاقبه على السودان. المركز أيضا معني بشكل كبير جدا بالسلام الاجتماعي، وأيضا أن يتنزل عبر برامجه للمكتوين بنيران الحروب التي دارت رحاها في جغرافيا مختلفة في السودان. فشنو الدور اللي بيلعبه بالنسبة لأصحاب المصلحة الحقيقية اللي تكلمنا عنهم في بداية الحلقة؟ أي نعم، إحنا في الحلقة الأولى تحدثنا تقريبا عن هذا الموضوع، وقلنا وجوب ارتباط المجتمع المحلي بما نتوصل إليه من سلام، وقلنا يعني المواطن إذا حس أنه في تنمية لا يمكن يسمح لأي واحد يعتدي عليها. يعني مرات الحركات المسلحة سابقا طبعا دارفورية، لأن المواطن مغبون، هم زايدين غبن، يضربوا سريك على الموية، المواطن يقول يضربوا لأن السريك ده فاضي ما فوق موية، البير التوازي يومين ما فيها موية مثلا، يضربوا المستشفى يقول لك يضربوا المستشفى لأنه ما في طبيب، ما في معدات، وبالتالي المواطن نفسه مساعد التخريب لأنه ما وجد نفسه في الخدمات والتنمية. ولكن احنا بنقول أنه الدولة يجب أن توصل خدمات، تفضل دكتور محمود بكر، على كل، يعني أنا شقيقي كان في دمازين
بيحكي لي كلام دكتور محمود بكر، بيقول لي من الحبشه طريق الاسفلت والكهرباء الى اخر قريه جنب النيل الازرق. نعم. حسب كلامه هو. يعني الخدمات من اديس ابابا الاسفلت والكهرباء مع بعض الى اخر قريه. تفتكر المواطن اللي بيسمح بالتمرد؟ ما بيسمح. طبعا لا. وانا اتذكر اخي جعلي زمان 90 91 واحد حتى غير اخونا حسين خوجلي فعمل مقابله مع احد اخوه الجنوبيين، قالوا انت ليه بتتمردوا؟ الجمله قال كلام فيه منطق قوي جدا، قال له يا حسين انت قاعد برا مش عندك سياره؟ قال له اي. مش عندك بيت؟ قال له اي. قال لي انا لا عندي سياره في الجنوب ولا عندي بيت ولا في كهرباء ولا تزور تمرد بس يعني ولا تمرد جنبي اقول تمرد. نعم. يعني ما في مصالح يحميها الشخص الخارجي، لكن حسين خوجلي او انا عندي بيت وعندي عماره وكذا بقدر بجتهد عشان احافظ على هذا المعمار وهذه المصالح. نعم. وبالتالي انا اعتقد انه الحكومات السابقه ساهمت في تخريب البلاد وساهمت في قيام الحركات المسلحه وجعلت للحركات سلاح. السلاح هو المواطن السوداني المغلوب على امره وزي ما قالوا عايره ودوا صوت. نعم. خدمات ما في تمرد دوس وانتهي. نعم. لكن انا افتكر انه لما تكون في خدمات وتكون في تنميه للاطراف هي حتدحر. نعم. اي حركات مسلحه جديده. نعم. دكتور اخيرا دكتور محمود يعني بايجاز شديد جدا لو تكلمنا عن الاجتماع الذي تم في جوبا ويعني سلمنا بان هذا الاجتماع يمكن ان يكون العتبه الاولى باذن الله تعالى للسلم الذي يقود الى نهايات سعيده لسلام مستدام في السودان. فاحتضان دوله جنوب السودان بمبادره من سيلفا كير ومعرفه سيلفا كير بالسودان وبتفاصيل المشكل حتى المزاج السوداني هو ادرى به، فالى اي مدى يمكن ان تكون هذه المعطيات مجتمعه يعني خطوه في الاتجاه الصحيح ان شاء الله؟ أنا في اعتقادي يا عبدلي اختيار جوبا وكان اختيار صائب بحكم أنه حتى في ارتباط يعني مثلا عندك القائد عبدالعزيز حسيني ارتباط يعني ارتباط حركي قبل كده مع الحركة الشعبية حتى الحركات دارفور إنه ارتباط برضو وثيق مع 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 حكومة الجنوب فبالتالي احنا برضو القرب بتاع الانتماء لأن احنا كسودانيين مع بعض يعني ان احنا كسودانيين اعتقد دولي لنا انتماء يعني مع دولة الجنوب. نعم. فاعتقد بالعكس هو انا بالنسبه لي يعني الكون يكون التفاوض وانا اتمنى يكون التفاوض موجود في جوبا كله. فاعتقد ده بدي قوه وبدي يمكن حافز كبير بذات اخواننا وحركات المسلحه بدي مساحه ان هم في نوع من الطمانينه بالنسبه لهم اكثر من اي دوله ثانيه. نعم. يعني اي دوله ثانيه ممكن الناس يحسوا يعني في بعد لكن احنا بالنسبه لجوبا ما في بعد. وبرضو اذا قلت لك ارتباط الحركات برضو بحكومه الجنوب اعتقد. نعم. ده برضو بدي دافع قوي وممكن ليه يكون له تاثير برضو يعني ممكن يعني سيلفا كير وهم برضو بيكتبوا نفس النار بتاعتنا يعني. نعم. يعني هي جوبا ذاتها يعني عندها نفس المشاكل يعني فاعتقد هي برضو كونه هي تسعى لتحقيق السلام في الشمال في السودان الشمالي اعتقد ده برضو بدي دافع قوي جدا انه هي نفسها بتحقق برضو سلام بنفس الاسلوب. نعم. يعني بحفز هيك حركات ضدها او كحكومه يسعى بنفس المنحى اعتقد يعني فهو دي حاجه كويسه يعني. نعم. غيره كده ممكن نوع من الغيره بخليهم انه ان شاء الله يكملوا سلامهم اذا كان جاوا السلام بتاع الشمال. نعم. هكذا انتهت هذه الحلقه من اشراقات الغد وهي الحلقه الثانيه من عمر هذا البرنامج، ان شاء الله ستتواصل حلقات هذا البرنامج والحديث عن السلام في محاور وجوانب مختلفه. في الختام لا املك الا وان اتقدم اليكما بالشكر الدكتور محمد عيسى عليوه مدير مركز اشراقات الغد، شكرا جزيلا لك. وطبعا محمد عيسى عليو لكن عليوه دي قاعده حنينه كده عليو مقبول يعني. نعم شكرا لقبول يعني هذا الاسم الذي اطلقناه عليك في هذه الحلقه ولم يكن اسما اصيلا. شكرا شكرا استاذ جعله شكرا كثير وشكرا لقناه الشروق وشكرا للمشاهد الكريم اللي تحملنا على مدار ال 40 50 دقيقه نحن نتحدث عن السلام ان شاء الله اتمنى هو يتحملنا اكثر ونحن كلنا نجيب سلام لهذا الوطن العزيز الغالي. نعم ان شاء الله شكرا لكم وشكرا لكم انتم ايضا سامعين مشاهدينا اينما كنتم على حسن المتابعة لنا في هذه الحلقة. نتمنى أن تشقشق العصافير وأن تحلق حمامات السلام في أرجاء هذا الوطن الذي يستحق أن يعيش في أمن وسلام وطمأنينة وأن يعيش هذا السوداني الأسمر بين قوسين هذا الزول أن يعيش حياة أفضل مما هو الآن وهذا لا يتأتى إلا بإخلاص النوايا في أن يكون هنالك سلاما حقيقيا وعلينا أيضا نحن جميعا دور يمكن أن نلعبه في تحقيق السلام في السودان. حتى ملتقانا بكم إن شاء الله في حلقة الأسبوع القادم لكم منا جميل التحايا من فريق العمل وإلى اللقاء.